السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم جوائز يو اونلاين. اليوم هحكي عن افضل وقت للتمرين في رمضان. افضل وقت للتمرين في رمضان بعد الافطار بساعتين او قبل السحور، عشان جسمي يستمد طاقته من الجلايكوجين اللي صار موجود في العضلات. لكن لو انا ظروف عملي بتحكمني ما العب بعد الافطار، او حتى ظروف الحظر او اجراءات كورونا انه ما تلعب بعد الافطار، فانا هلعب قبل الافطار. سؤال اليوم، ايش الوقت الافضل للتمرين قبل الافطار؟ وما تنسوا انه برنامجنا برعايه موقع يو اونلاين. موقع يو اونلاين موقع تواصل اجتماعي حول العالم، تقدر تتواصل انت واصدقائك حول العالم عن طريق موقعنا. ما تنسوا انه تسجل حساب في موقع يو اونلاين وتنزل التطبيق، وخليكم ذاكرين كل يوم نصيحه جديده وجوائز عديده مع يو اونلاين. السلام عليكم.